وعند الحنفي. ايش 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 ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ الحمد لله على السلامة يا حنفي. تعالوا تعالوا يلا. ها عجبتك؟ يا عم ايه الألاجة اللي انتوا فيها دي؟ بسم الله ما شاء الله، مبروك عليك. مبروك علينا ايه يالا؟ مبروك علينا كلنا، انت هتيجي تقعد معانا هنا. طب اقلع الجزمة؟ تقلع الجزمة ايه؟ لا خليها للشراب يعمينا يا عم الحاج. خش. هو انت داخل السيدة؟ عملت ايه مع ام هيمة؟ كانت هتموت من الفرح بالفلوس. قلت لها ان هيمة جاله عقد عمل ومسافر بلاد بره، كل حين ومين هيبعت لها قرشين. غلبانه مش عارفه اللي حصل لابنها. اوه هيقعد بقى ينغص علينا حياتنا بحكايه هيمة دي كل ما يشوفنا. الواد ده شكله مش هيعمر معانا. انسى يا حنفي، الحقيقه بقى من الميت، وان كان على ام هيمة احنا مش هنقصر معاها. ماشي يا جابر ماشي. خلاص يا حنفي بقى كفايه كآبه. انت ما شفتش اللي حصل عندكم في الحته النهارده؟ إيه؟ الواد اللي اسمه مش عارف ايه ده، التخين اللي عامل زي الزير ده، ومراته اللي اسمها صباح، نازلين في بعض بهدله في الشارع، ولولا والدتك اتدخلت كانت هتبقى مجزره والدم للركب. بس عطوه وشلاطه دول طلعوا زباله. سيبكم من الكلام الفاضي ده اللي لا يودي ولا يجيب، وخلونا نركز في شغلنا. انا النهارده هقابل شومان وهقول لكم هنعمل ايه بالظبط. خدي يا اختي اشربي اشربي. خدي منتي يا صباح اللي وافقتي على جوازك من شلاطه، كان ايه يا اختي اللي زنقك؟ زاد ابويا اشغال عليا، فضل يقول لي شلاطه كويس، شلاطه راجل، شلاطه هيصونك، وحدو دكان وهيدهوني اوسع القهوه وهنبقى علي العال. ضحك علينا، ضحك على ابويا، اكل شارب نايم على قفانا، ده غير زهق وقرف وطلع عيني، قرفت مش طايقه. يا ريتني ما سمعت كلامه، يا ريتني استنيت جابر لما رجع، يا ريته كان جه قبل ما اتجوز. يا ريت يا اختي اسم الله. عامله لنا الموال ده كله عشان سجاب رجع بسلامته؟ ما انت يا اختي اللي قلتي ضل راجل ولا ضل حيطه. هو الشلطه ده برضه راجل يعني يا اشجان؟ هتحسبه عليا راجل؟ ده بيصبحني بعلقه وبيمسني بعلقه. خلاص انا تعبت مش مستحمله. ابوس ايدك يا خالتي وحياه اشجان عندك، تطلقيني منه انا خلاص ما بقتش قادره استحمل، ولا ولع في نفسي يعني ولا اعمل ايه؟ بس بس بلاش الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، احنا مش قد ابوكي يا اختي. وبعدين شلاطه انت اللي اخترتيه واتجوزتيه، يبقى لازم تستحمليه. ركزي كده وحطي عقلك في دماغك. ماشي يا خالتي ماشي. بنتي عشكان خلي بالك، البت دي ممكن تاذيكي معاها. الكلام اللي انت بتقوليه ده ياما. يوه وهو مين يعني اللي هيأذيني معاها؟ يا سلام، مش خرجت يا بت عن طاع جوزها وابوها وقاعده ولابدانا هنا؟ ما هو من غلبها برضو ياما. خلي بالك البت دي مش سهله ابدا، هي قاعده هنا عشان تفهم جابر انها سابت جوزها وقاعده مستنياه. جابر ده اخويا وانا عارفاه، بعد ما شافها في الكوشه مع شلاطه دي لو اخر ست في الكون، لا يمكن يبص لها ولا يعبرها تاني. يا رب ده احنا غلابة واللي فينا مكفينا. بكرة بعد الظهر تعدي عليا في البازار، هتلاقي الحاجات دي كلها موجودة. قشطة اهو كده تبقى حلو، يا ريت تبقى حلو معانا كده على طول. بكرة يا انا يا سعيد هنعدي عليك. سلام. متضايق قوي يا شومان من الواد ده. كان يقلقني او يدوس لي على طرف يبقى الله يرحمه. الله الله الله. وليه بس كده؟ هو الواد ده عمل لك ايه؟ واكل عقله من الصبي ايه؟ وانا اللي جبته معانا ودخلته معانا في الشغل وخليته يقوم باول عمليه لحساب من الصبي. لا ده كده الواد هيبقى خطر، وعلى راي المثل تزرعه من هنا يقلعك من هنا. وبعدين ده قلع من الصبي ده كل العز اللي احنا فيه ده من خيره. لا لا مش معايا انا زيزي، خليه يلعب يومين في الوقت المناسب هوقف عند حد، او ممكن اخفي اسمه من على وش الارض. بقول لك ايه، انت اللي عليك تشريف الحوض النهارده، واشطفك انت كمان واحط لك بدرة عشان ما تسلقش. يا عم اه يا اندال الله تتعشوا من غيري.
يا عم ما احنا مكتفين لك فرخه في الطبق اول حد ما تيجي. بعدين احنا افتكرنا ان شومان عزمك على العشاء. شومان يعزمني على العشاء؟ هو اتجنن؟ المهم انت عملت معاه ايه؟ خلصت؟ خلص سعيد. ايه؟ هعدي عليه بكره البازار تاخد منه الحاجات. طب وانت هتعمل ايه؟ انا حاطط عندنا كم مشوار كده. ما انت عندك طبق سعيد. طب ما تقعد يا عم تاكل يا عم، اقعد كل يا عم الاكل ينزل في رجليك. ما فيش بو. انا عم زمان كان بيقول لي اقعد يا واد كل يا واد انا الاكل ينزل في رجليك. Would you like to see a Nefertari observer? Huh? Yes, is it? Bees, bees. You see like this? Oh, so beautiful. Bees. Yes, so nice, so nice. How much is this? Take your time, okay, now. الشنطة دي بقى يا سيدي فيها كل الطلبات اللي انتوا طلبتوها. ماشي. هتنفذوا امتى؟ الليلة دي بإذن الله. خلي بابر يكلمني أول ما تخلص العملية. هيحصل. سعيد. في حاجة؟ انت عارف احنا خليناكم تخلصهم على عبدول ليه في السجن؟ مش واخد بالي. عشان اتمسك في عمليه زي اللي انتوا طالعينها دي، وبدا يلسن وعاوز يجيب سيرتنا في التحقيق. اقصى عليه، ده طلع قليل الاصل قوي. حلوه قوي، طلع قليل الاصل قوي. يعني لو حصل اي لبش في العمليه اللي هتقوموا بيها الليله وحد فيكم اتمسك وبدا يلسن ويجيب سيرتنا، هيحصل لكم زي اللي حصل لعبدون بالظبط. مش احنا اللي اتقالنا الكلام ده يا شومان، احنا عارفين احنا بنعمل ايه، انت بس اللي مشبره معاك وما انتش شايفنا كويس. اذا كان على السجن احنا ما بنخافش من السجن، على الاقل كنا قاعدين في السجن اكلين شاربين نايمين بفلوس الحكومه حلال. لما طلعنا بره بقينا بنشقى وندفع الكوته عشان ناكل حرام. سلام. الو يا بكير، ادينا الصربيه. لحظه واحده، هتاخدي الاسود انت؟ الاسود. اوكي انا هاخد الابيض. ارمي الظهر بقى ماشي عشان نعرف مين اللي هيلعب الاول. مستر باشا، شومان على التليفون. الو يا شومان، انا صربيه سعيد لسه ماشي من عندي واخد الحاجه. طب كويس كويس، هينفذوا امتى؟ بيقول لي الليلة. عظيم، تعال لي وانتبه العملية من هنا. تمام يا باشا. يلا مع السلامة. جابت الظهر ولا لسه؟ هي ايه العملية اللي شغلك قوي كده؟ قلقان على ايه يا حبيبتي؟ ادوب انا. العب. سيك. فكرة بتكلم بجد. هو انت بتشتغل في ايه بالظبط؟ ما انت عارف يا حبيبتي انا بشتغل في ايه؟ بشتغل في السياحة، رحلات سياحية، مراكب سياحية، كل شيء يتعلق بالسياحة. جبتي ايه؟ جواردو؟ العبي. طيب هو جابر وسعيد برضو بيشتغلوا في السياحة معاك؟ اه. بصي يا غرام، انا عايزك ملكيش علاقة بشغلي خالص. أي كلمة تسمعيها او اي حاجه تشوفيها كانك ما شفتيش ولا سمعتيش اي حاجه، عشان تفضل حياتي. يا حياتي شيش بيش مسكتك.
علينا الاسلحه دي كلها، احنا رايحين نفتح عكه. الشيء لزوم الشيء. مش كده يا سعيد؟ لا مش كتير ولا يا جبور؟ لا مش كتير. غيرتني من العربيه؟ بدري. طب يلا بينا. قلبك شويه يلا لو حصل لي حاجه ما تبعوش المرجحه. انت دخلت هنا ازاي؟ لف لي يا جدع انت وقول لي دخلت هنا ازاي؟ لو ما نهقتش هضربك في المليان. نزل سلاحك! نزل سلاحك بدل ما يبقى اخر يوم في عمرك! نزل سلاحك!
فاكرين هتخرجوا من هنا بسهوله؟ اخرس ياض. لا كتفه وغميله عينيه سعيد. قول لي حسين حازم باشا فين؟ لسه شايف راح على السرداب دلوقتي حالا ورايا. يلا يلا اهرب انت يا جابر. الشمس من غيرك يلا ما تنسيبش حد ورانا موت هناك.